باختصار للرياضه بقى نختم فقرتنا من بوابه اليوم السابع، نقرا من هذا الخبر: قرعه دوري ابطال افريقيا، الاهلي يواجه سان داونز في ربع النهائي. في التفاصيل ان قرعه الدور ربع النهائي لدوري ابطال افريقيا لهذا العام اجريت امس الجمعه، اسفرت عن مواجهات ناريه، وطبعا القرعه اجريت بالعاصمه المصريه القاهره. يلتقي الاهلي المصري حامل اللقب مع سان داونز الجنوب افريقي في مباريات ربع النهائي، يلعب مولوديه الجزائر ضد الوداد المغربي، شباب بلوزداد الجزائري مع الترجي التونسي، بينما يلعب كايزر تشيفز الجنوب افريقي ضد سيمبا التنزاني. بينما اسفرت قرعه نتائج كاس الكونفدراليه عن مواجهه قويه ما بين بيراميدز وانيمبا. طيب نروح بقى لتفاصيل اكتر مع حضراتكم، معانا كابتن طارق رمضان الناقد الرياضي. صباح الخير يا كابتن، اهلا بيك. صباح الخير يا استاذ شيماء، صباح الخير يعني صباح الخير على المستمعين وعلى المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين وحياتك طيب وبخير. التقييم بقى لمواجهه الانديه المصريه بعد القرعه واللي وضعت الاهلي وبيراميدز في مواجهات قويه، تقييم كده حضرتك سريعا في هذا الموضوع عن القرعه. ده بالطبع يعني مواجهات صعبه جدا، يعني يمكن الاهلي بالذات يعني عنده هيبقى يعني الناس مستنيه الماتش ده بالذات بين الاهلي وسان داونز، لان المدير الفني للنادي الاهلي طبعا كان المدير الفني السابق لفريق سان داونز، ويمكن المقابلات اللي كانت حصلت ما بين الاهلي السنوات السابقه كانت مهمه جدا، فالناس منتظره دلوقتي ماذا سيفعل موسيماني عندما يقابل فريقه السابق. يعني موسيماني اكيد عارف الثغرات بتاع سان داونز، واكيد عارف طريقه لعبه، ودي مباراه بنسميها الادوار الاقصائيه، بمعنى ان انت لو خسرت المباراتين معناها ان انت طلعت بره البطوله، فبالتالي المواجهه صعبه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وايضا بالنسبه لبيراميدز. يعني هنبقى نيجيري فريق قوي جدا، فاحنا بنتكلم على مواجهات ادوار اقصائيه بحيث ان هي بتهدد الفريق اللي مش هيقدر يفوز في هذه المباريات. النادي الاهلي اكيد مستعد، يعني موسيماني اكيد مستعد لهذه المباراه، لان في ضغط كمان مباريات على النادي الاهلي، في اجهاد للفرقه، فبالتالي هو بيحاول ان هو يخفف الحمل على فرقته. لكن المباراه طبعا سان داونز فريق كبير، فريق بيلعب كره حديثه، فريق سريع، فبالتالي هذه المواجهه من اهم مواجهات دور الاقصائي او دور الثمانيه، لانها طبعا بين فريقين كبيرين. طب الاسلحه اللي ممكن يستخدمها كابتن طارق الاهلي علشان يتغلب على سان داونز الجنوب افريقي، ويمكن كان اكتر مباراه لعبها الاهلي مع سان داونز الجنوب افريقي، وهم الاثنين عارفين طبعا طرق اللعب بعض. بالطبع يعني الاثنين عارفين بعض، والاثنين حافظين ثغرات بعض، والاثنين عارفين ازاي هيلعبوا مع بعض، لكن الاهلي بيتعرض لاجهاد. يعني صح انت بتلعب مباراه كل ثلاث ايام، صحيح انت موافق وصحيح انت متفق وصحيح عندك فرقتين زي ما بنقول، يعني احنا بنقول القايمه في النادي الاهلي او القايمه في فريق 30 لاعب، لكن بيبقى في لعيبه اساسيه لا غنى عنها، فانت النهارده مع ضغط المباريات مع مباريات الدوري مع هذه المباراه التي يجب ان تستعد لها جيدا، ده في حاله اجهاد في اللياقه البدنيه، في اصابات، في مشاكل هو بيقابلها. لكن النادي الاهلي نادي كبير يستطيع انه يتغلب على سان داونز، المباراه غير خاضعه تماما لاي توقعات، لان احنا بنتكلم على فرقتين كبار، يمكن افريقيا كلها هتنتظر هذه المواجهه، لان موسيماني طبعا هو العنصر الرئيسي اللي الناس عايزه تشوفه هيواجه فرقته السابقه ازاي وكيف سيتغلب على عامل الجو وعامل الملعب في المباراه الاولى، لان طبعا هو هيلعب بالساعه 3 الظهر، فانت بتتكلم برضو على عوامل جويه وعوامل نفسيه. طبعا اشكرك جدا على تحليلك كابتن طارق رمضان الناقد الرياضي، كنت معانا وصباح الخير يا فندم. شكرا.